معلش حلقة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف تفضل. حال فضيلتك يا شيخنا؟ عساك بخير. الحمد لله بخير، سبحان الله. جزاك الله خير، إني أحبك في الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذن فضيلتك، لي سؤال وطلب. تفضل. أما السؤال فأنا عندي جدي، يعني هو كبير في السن ومريض بأمراض كثيرة مزمنة ولا يستطيع الحراك، وهو يعني توقف عن الصلاة منذ فترة بسبب أنه يعاني من التبول اللا إرادي أحيانا، يعني بسبب تضخم في البروستاتا ومرض السكري، فيتبول على نفسه كثيرا ويعني يبدل ملابسه مرتان في اليوم، ولكن يصعب عليه أن يبدلها 5 مرات في اليوم من أجل الصلوات، وهو يعاني بشدة يعني ولا يدري كيف يفعل يعني. فجزاك الله خير. يصلي على ما تيسر له ولو لم يكن متوضئا، يعني استطاع أن يتمم تيمم، وإلا صلى على ما تيسر له. يعني يجوز له الصلاة، يعني هو يستطيع التيمم، نعم. هل يصح تصح صلاته وملابسه بها بول يعني؟ هذا المضطر، الله يحفظك. نعم جزاك الله خير. طيب آسف آسف.